نشوف تجربة طارق، وأعتقد أنه موجود في إحدى هذه السيارات في ميدان جهينة في 6 أكتوبر. هنشوف بالظبط إيه اللي هيقدمه لنا من هذه السيارة. أستاذة لميس، نحن هنا بالقرب من ميدان جهينة، أحد الميادين الرئيسية في مدينة 6 أكتوبر، حيث يتم التجربة الأولى لهذه السيارة التي تقوم برصد أرقام السيارات المارة ومن ثم رصد الرخص المنتهية وكذا السيارات المسروقة. معنا الآن المقدم مريد ألبرت للحديث باستفاضة وليقدم لنا شرحا وافيا حول طريقة عمل هذه السيارة التي يتم تجربة للمرة الأولى في الشوارع المصرية. سيادة المقدم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. أولا يا فندم، عايزين نعرف من حضرتك إزاي بتشتغل السيارة دي. بداية أنا المقدم مريد ألبرت من إدارة نظم معلومات أجهزة المرور، تابعة إحدى الإدارات التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، يشرف عليها مباشرة السيد اللواء مساعد الوزير للقطاع. الإدارة دي بتعني وتهتم بتطوير أداء رجل المرور وتقنياته واستخدام التقنيات الحديثة في مجال عمله. كان في توجيهات من السيد الوزير بالاعتناء ب او ايجاد حلول لعدد من المشكلات، من بينها عملية الأكمنة وتراكم السيارات وسرعة الفحص لكم كبير من السيارات في آن واحد، في نفس الوقت ان احنا نعتني بجودة البيانات علشان نقدر نضبط اكبر عدد من السيارات المسروقة أو المنتهية أو المطلوب ضبطها لأي سبب من الأسباب. كيف تعمل هذه السيارة؟ السيارة مكونة من 4 كاميرات، كاميرتين بيعملوا على تحليل الصور واستخراج منها بيانات اللوحات المعدنية، وكاميرتين بيعملوا لنقل الفيديو حال وقوع أي حدث. السيارة تقدر تنقل الفيديو لفترة قصيرة لغرفة العمليات لما يكون في حدث مطلوب نقله لاتخاذ القرار. احنا النهارده يعني بنعرض ده وبنوري قد ايه السياره. يعني احنا كان في اكثر اثناء فتره الانتظار قبل التصوير كان في اكثر من سياره منتهيه تم ضبطها، بتظهر للضابط اللي قاعد في السياره باللون الاصفر، تم ضبطها في ميدان جهينه مباشره، وبيظهر هنا حركه المرور قدام حضراتكم وقدام الماره، حركه المرور يسيره جدا، وفي نفس الوقت بيتم تطبيق القانون، بيتم ضبط هذه السيارات، بيتم الاختيار للكمين اللي في ميدان جهينة. بضبط حضرتك بس هنفتح باب السيارة ونخلي الكاميرات تتجول داخلها. مصور الأستاذ مصطفى، زي ما احنا شايفين في سيارات ظهرت باللون الاصفر هيتم ضبطها الان. سيد المقدم خالد، السياره هي صاد 81-36 اسود داين. خالد بيه سيارتك استقبلت؟ تمام يا فندم تمام. عند الضبط اللي فات ده لو سمحت. فورا يا فندم حاضر. ايضا هيظهر باللون الاحمر السياره المسروقه. طبعا اهميه ده ان احنا بيبقى في سيوله في حركه المرور، في نفس الوقت بنفرض تطبيق القانون. سيد المقدم خالد، السياره طه دال 62-34 هونداي فيرنا بيضاء. بعد تلقي البلاغ ايه اللي بيتم يا فندم؟ بيتم ضبط السيارة، فحصها كاملة، وسحب التراخيص المنتهية اللي احنا بلغنا بيها. ايه الفارق بين هذه السيارة وبين اجهزة الرادار العادية؟ احنا هنا مش بنضبط سرعة، احنا هنا بنضبط المخالفات الخاصة بانتهاء التراخيص، في نفس الوقت بنضبط السيارات المطلوبة لأي سبب من الأسباب، سواء كانت متهربة جمركيا أو مسروقة. الميزة في السيارة دي إن هي بتوفر لرجل المرور المعلومات في حينها،
احنا طبعا كان حصل قبل كده يعني فتره من التطوير اجهزه البي دي ايه المحموله بتكون مع الضابط، بس هو بيستعلم عن بيانات سياره من خلال الجهاز، وقدره الضابط انه يستعلم على عدد كبير من السيارات محدوده، فاحنا بنزود له مساحه وفرصه ان هو يضبط اكبر عدد كبير. مش كده وبس، السياره تقدر تسكان اي مناطق، يعني السياره بتعمل اثناء الحركه كمان، تقدر تسكان منطقه بالكامل، باركينج، سيارات منتظره، السيارات اللي هي اثناء السير في نهر الطريق مع السياره بتقدر ان هي تتعرف عليها، ولو فيها اي مشكله للسيارات دي يتم ضبطها والتعامل معها. سياده المحدث، بنشكر حضرتك جدا واهلا بيك معنا.